بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على تمام الأكملين على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. مرحبا مرحبا بعم علاء، ونسأل الله عز وجل أن يرحم هذا الميت. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الآخرين في الغابرين، واسع له في قبره ونور له فيه، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اجعل قبره مسالب رحمتك ومقر هباتك ومنازل غفرانك. أما بالنسبة لبعض المخالفات في هذا المقطع، فهذا الذي يقوم بقراءة سورة تبارك نقول هذا من البدع وليس من السنة في شيء. ولم يقل أحد من أهل العلم، لا الشافعي ولا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد، بقراءة سورة تبارك على القبور أيها الكرام الفضلاء، فهذا بدع وضلالات. وخير الهدي هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم بذلك تسيئون لهذا الميت ولا تنفعونه في شيء. أنتم لا تنفعون هذا الميت بشيء بمثل هذا. حديث سورة تبارك فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، والأقرب أنه صحيح إن شاء الله عز وجل. رواه الترمذي. سورة 30 آية، شفعت لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك، وهي تسمى المنجي من عذاب القبر. لكن الإنسان يكون يقرأها بنفسه وليس أن تقرأ على قبره. فنريد الناس أن يفهموا أيها الكرام الفضلاء الأحكام الشرعية، ويفهموا تنزيل مناطها، ويفهموا تحقيق مناطها، ويفهموا القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، وأن يبتعدوا عن هذه البدع والمنكرات. فقد أفيتم. النبي عليه الصلاة والسلام دفن وحضر دفن بنياته رضي الله عنهن، بضعاته المبارك، وما فعل هالأشياء. والقاعدة المؤصلة تقول إنما كان فعله ولا مانع منه ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، دل أن الفعل بدعة إذا كان المقتضي قائم وليس هناك شيء يمنعه، كقراءة سورة عند القبر أو على القبر أو عند دفن الميت. النبي كان فعله عليه الصلاة والسلام. أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لذلك ينبغي أن يتوقف هؤلاء الناس عن فعل هذه البدع. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأيضا هذا الحديث متفق عليه، قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، يعني مردود عليه هذا العمل أيها الكرام الفضلاء. هذه كلها بدع وضلالات واجتهادات في مقابل النص، فهي باطلة فاسدة. الأمر الآخر هو وجود النساء في المقابر، وأيضا وجود المتبرجات في المقابر، وهذا كله منكر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور. وهذا يدل على أنه من المنكرات العظيمة أن تذهب المرأة للقبور، فضلا عن أن تكون متبرجة سافرة كما في هذا المقطع، عافانا الله وإياكم. فلذلك ندعو إخواننا في فنلندا أن يتقوا الله عز وجل، وأيضا من كان منهم من طلبة العلم والقائمين على ذلك أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا الناس دينهم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وكما قال السلف رحمة الله على الجميع: وأفضل شيء نشر العلم وبثه بين الناس، وخير منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم في الصحيح انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به. فلذلك سيفنى كل كاتب ويبقي الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتبن شيئا يسوءك في القيامة أن تراه، ولا تسن في الناس سنة سيئة فيكون عليك وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يتقبل منا ومنكم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحم أمي وأبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظنا وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين.